رجل أجريت له عملية في بطنه وقد منعه الطبيب من وصول الماء إلى هذه العملية وقد حصل له احتلام، فماذا يفعل؟ أي نعم، يغسل الصحيح ويمسح على محل الجرح ويكفي هذا، يغسل بقية جسمه التي ليس فيها جراحة، وأما الجراحة التي عليها ضماد أو أشياء موضوعة عليها فيمسح عليها ويكفي هذا. نعم.